السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم مستمعين عبر أثير البشائر ومشاهدين عبر قناة الإيمان الفضائية. وهذه حلقة جديدة من ميديولوجيا. هل نحن مجتمعات تعي حقوقها الرقمية، ماهيتها وكيفية تحصيلها؟ سؤال مفتاحي اخترنا البدء به في حلقتنا لليوم من برنامج ميديولوجيا. وإذا كان العدل ميزان الحق، فكيف يزن الإنترنت موازين حقوقنا الافتراضية؟ هل هي نفسها الحقوق التقليدية إنما بقالب رقمي، أم هي مختلفة تماماً، أم إنها متطورة وتدمج تلك الحقوق التي نعهد بمعزل عن إن كنا نفقد مع الحقوق المستحدثة كالخصوصية وحق استخدام الإنترنت ونشر المحتوى بحرية وغيرها من حقوق سنضيء عليها اليوم بوصفها أمسة حاجة، كما حاجة الماء والهواء والطعام والسكن. ولا شك أن القوانين والدساتير والمعاهدات الأممية باتت تفرض مساحة تشريعية خاصة تكفل الحقوق الرقمية في كوكب موصول برئة الشبكات، وتبنى عليه مصائر مؤسسات وأعمال وعملات وكذلك أرواح. قد تختنق إن اختفت أو سدت منافذ وأسلاك الشبكة العنكبوتية للحظة. إن هذا الأمر من الأهمية والخطورة بمكان، فهو يمس إنسانيتنا أحياناً، كما في حالة قمع المحتوى أو إساءة استخدام الحق مثلاً، وكثر يجهلونه معرفة ووعياً، فنرانا أحياناً سجناء مصادر المصادر أو ضحايا أو مجرمين. واليوم سنحاول التعريف وتعزيز الوعي بها قدر الإمكان مع ضيفنا الكاتب والباحث الحقوقي الدكتور محمد مشيك. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد. السلام عليكم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. يعني طبعا الحقوق الرقمية هو موضوع لابد من الحديث عنه، لسيما بالوقت يلي صرنا فعلا يعني نغرق في هذا العالم بكل حياتنا اليومية، بكل تفاصيله متصلة ومتعلقة ومرتبطة بالعالم الرقمي. بالبداية، كيف يمكن تعريف شو مصطلح الحقوق الرقمية؟ كيف ممكن نفهمه؟ هل هو فعلا مرتبط بالحقوق التقليدية، يشبه الحقوق التقليدية، أم لا هو منفصل؟ أول شيء بداية بدنا نفصل، نحن إذا بدنا نقول نحن نأخذ كلمة حق لحال. كلمة حق بتخول الشخص أو الفرد ولاية على شيء، سواء كان مادي أو معنوية. هيدي الولاية اللي بتعطيها الشخص بيصير بتعلق بذاته كشخص، كفرد أو كمواطن من المجتمع. تطورت هي حقوق الإنسان يعني بأجيال على مراحل زمنية متباعدة. كان في للأديان السماوية دور كبير بتطوير هيدي الحقوق، وكمان للحضارات. وحتى نحن انه كيف بلشنا يعني مع الاشخاص، انه الحقوق اللي تبلشت مع الاديان والحضارات، انه بشيء اول شيء بالحضارات يعني تشريعات فينا نقول بدائيه او شرائع بدائيه، بعدين اجت الاديان السماويه ثبتت هاي الحقوق لنوصل لهلا. نحن صرنا عم نحكي عن حقوق رقميه، يعني مرورا بحقوق جيل الاول، حقوق مدنيه وسياسيه، لحتى نوصل حقوق جيل الثاني، حقوق اقتصادية واجتماعية، حقوق جيل الثالث، أي الحقوق الجماعية. وصلنا نحن هلا عم نتكلم عن حقوق رقمية. هاي الحقوق الرقمية بلشنا نحكي عنها نحن وقت صار في عنا شبكة الانترنت والتطبيقات والحواسيب، يعني وقت مع اختراع الحاسوب يعني الكمبيوتر. الحقوق الرقمية هي ما بتنفصل عن واقع الحقوق اللي موجودة واللي عرفناها سابقا، بالعكس هي لها علاقة مع، يعني نحن إذا بدنا ناخد كبعد فعنا هو شيء حق أساسي، حق حرية الرأي والتعبير.
هي مرتبطة موجودة بالحقوق المدنية والسياسية، ونصت عليها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وهلأني نحن هي بتشكل معمد أساسي للحقوق الرقمية. صحيح. وهلأ بعد شوي نتكلم عنها. وبالتالي حقوق الرقمية هي بتخول الشخص أول شيء الولوج إلى شبكة الأنترنت، استعمال الحاسوب والتطبيقات الذكية كشخص، يعني كمنظمة أمم المتحدة وقرارات دولية، يعني وخاصة منظمة حقوق المجلس حقوق الإنسان، يعني كأجهزة تابعة للأمم المتحدة، بعدة مطارح نصت أنه دفع بهذا الاتجاه، أنه تأمين الأنترنت للمواطنين بالدول كحق. وما فينا نقطعه كمان كحق، أنه ما في الدولة تيجي تقطع الأنترنت عن المواطنين بالدولة، هذا صار حق لإلك، يعني ما فيها تيجي الدولة تقول أنا بدي أنه في مظاهرات أو في شيء أو شو ما كانت الأسباب بقطع الأنترنت، أنه ممنوع المواطنين يستعملوا. الولوج للأنترنت صار حق أساسي نحن لازم نتبتع فيه كمواطنين بالدولة. طبعا عندما يشكل هذا الحق خطر، يعني نعم. سوء استخدام هذا الحق، ألا ينبغي أنه اتخاذ إجراءات ربما البعض يراها قمعية؟ هلا أي شيء ببلش بالحياة ببلش نظريا، الواقع الحياة العملية هي اللي بتفرض هيدا الشيء، بتوصل إلى مطرح الدولة بتوصل لمطرح أنه هي بحاجة تنظم هيدا الموضوع. هلا بلشت شبكة الأنترنت، بلشت الأنترنت، بلشنا بالكمبيوترات، بلشت العالم تستعمل الأنترنت، دخل لحياتنا المختلفة الأنترنت، صرنا نستعمله بحياتنا الاقتصادية، حياتنا الاجتماعية وبالتعليم. يعني هون وصلت الدول انه لأماكن انه هي لا صار لازم تشرع هيدي، تنظم هيدي الاستعمال هيدي الشبكة، خاصة الأثار السلبية الممكن تتسبب عن سوء استعمالها. وهون في دول متقدمة جدا بهيدا المجال، وضعت تشريعات متقدمة انه تعالج هيدا الموضوع. في دول عم بركاب التطور، يعني عم تحاول توضع تشريعات قدر الامكان، خاصه انه المجال الرقمي بحاجه لتشريعات وبحاجه لتنفيذ، خاصه هيدي الحقوق، يمكن الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه العهد الدولي الخاص فيها تركوها لمقدرات الدول، انه قالوا انه هيدي الدول انه في عندها في دول غنيه ودول فقيره. يعني انت وقت بتقولي مثلا حق بالتعليم او حق في السكن، هي الواجب الدوله تقدمه، يعني لانه الحد الادنى مثلا بالتعليم، بس مش كل الدول بتقدمه الحد الادنى يعني بشكل مجاني، بس الحد الادنى يكون في تشريعات، مثلا مثل يكون في جامعه وطنيه شيء رمزي يندفع، بس انه له مقدرات الدول. بينما الحقوق الرقميه لا، بدها الدولة تكون هي موجودة بالصدارة وتحمي المواطنين بهيدي الحقوق لحتى تكفلها، يعني مش بس يعني هوليك الحقوق منقول نحن ضمنتها الدساتير والنصوص الدولية، هولي لا، هولي ضمنتها الدساتير، مثلا إذا نصت عليها الدساتير، إذا بدنا ننطلق من فكرة حرية الرأي والتعبير أنه كي هو حق مدني وسياسي من الحقوق المدنية والسياسية. صحيح. فينا ننطلق من هيدي النقطة، بس هون في على الأرض في الدولة لازم تكون هي يعني بأجهزتها سواء الناحية القضائية أو حتى الضابطة يعني العدلية، يعني راعية لهذا الحق وحامية لحقوق المواطن، حقوق الرقمية اللي عم نحكي عنها. طيب إذا ما ننتقل بالحديث للواقع في لبنان، هل فعلا لبنان والمواطنين بلبنان يتمتعون بهذه الحقوق؟ هلا الحقوق الرقمية فعليا كلبنانية، هلا فينا نقول انه بيتمتعوا بالحقوق، بس مش مثل هو اللازم، انه اذا بدك تقولي بيتمتعوا عم يستخدموا شبكه الانترنت والهواتف الذكيه والحواسيب والولوج للمعلومات، يوصل للمعلومات موجود، بس هل ترى هل الاستخدامات قد ايه جودتها؟ نوصل جوده الانترنت، حضرتك بتعرف الانترنت عندنا كثير بطيء بلبنان، يعني الصين يمكن صاروا بال5G، نحن وين بعدنا؟ هون الحقوق اللي عم نتمتع فيها بلبنان نحن متأخرين فيها عن الحقوق الرقمية اللي بيتمتعوا فيها أشخاص أو مواطنين آخرين، مثلا إذا بتقولي بأمريكا أو بدول أوروبا أو حتى بالصين، يعني بدول مقدمة هيدي الحقوق على كامل وجه لمواطنينا الموجودين فيها. هذا بسبب التحديات اللي عم نواجهها، البنى التحتية غير المتوفرة، أكيد الظروف، أول شيء الأزمات اللي طرقت على بلدنا، يعني كلبنان يعني من 2019 انتو جاية، التدهور الاقتصادي، هيدا كله بيأثر. يعني مثل أي حق لتقوم تعمله الدولة بدك أنت أول شيء تكون في أسس سليمة، أنه الدولة ما في أزمات
على صعيد الحكم ما في أزمات. يعني في نحن كمان في شيء نقطة أساسية، نحن أزمة شو اسمه الطائفية الموجودة بالدولة كمان هي بتعطل الحقوق، تنعكس على العالم الرقمي أيضا، تنعكس على العالم الرقمي. يعني الطائفية السياسية، مثلا أنت الدستور اللبناني وقت بيفصل لك الحقوق، يعني مثلا بيقول أنه أنا بكفل الحقوق، هلا الدستور اللبناني ما بيكفل كل الحقوق، بس في عنا نحن الفقرة جي من الدستور اللبناني بتنص أنه لبنان يكفل، يعني هو عضو عامل في منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية يكفل المواثيق والاتفاقيات الصادرة عنها. نحن كحقوقيين ناخد هيدي النافذة لحتى ندخل مثلا على الحقوق المدنية الاقتصادية والاجتماعية. هلا لبنان هو نظام ليبرالي مش نظام اشتراكي اجتماعي، بتعرف بالأنظمة الاقتصادية في عندك وقت صدرت الحقوق في عنا نحن اتجاهين، عنا الحقوق المدنية السياسية اللي كان وراها الفكر الليبرالي، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بنادي فيها الحال الاجتماعية الفلسفة الاجتماعية لحتى ما بدنا نروح بشكل تطرفي نقول اشتراكية أو شيوعية نتطرف أكثر. الفكرة هي أنه صار في تصارع، لهيك صدر نحن عنا عهدين دوليين، عهد دولي خاص بالحقوق المدنية والسياسية وعهد دولي خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ما صدروا بنفس عهد، مع أنه فيها نحن أعلان عالم لحقوق الإنسان عام 1948 هو الأساس، مع هو اللي صار فيه نحن الإعلان والثلاث عهود صار فيه عنا شرعية دولية لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان هي شيء واسع كتير، يعني فيك تفوتي نحن كحقوق رقمية مثلا أنه استعمال شبكة الانترنت وهيك، في عندك مثلا القانون دولي إنساني اللي يطبق بس أيام الحروب وخاصة الانتهاكات اللي عم تصير بفلسطين وهيدا الموضوع. طيب القانون دولي إنساني في حقوق خاصة يعني منع التعذيب وغيره، في عنا نحن الحروب السيبرانية. طيب هاي الحروب السيبرانية بتأثر علينا كمواطنين، ليش في دول أوقات بتعمل هجمات سيبرانية واللي هلأ هي عم بتشكل التحدي الأبرز الذكاء الاصطناعي. يعني الحروب السيبرانية وقت اللي بيصير في هجوم سيبراني على بنك معين، حضرتك عندك مال فيه أو وديعة معينة، محوا هاي الودائع أو نقلوا أو شيء أو خربوا المعلومات الموجودة بهيدا البنك، ما هي أنت كحقك كمواطنة هيدا تأثرتي. الذكاء الاصطناعي اللي هلأ موجود، الطائرات اللي صارت هي لحالة بتحدد الأهداف لحالة من شكل تلقائي وبتطلق على الهدف من دون ما ترجع اللي عم بيشغلوها. طب هونس انت صرتي وين بأي مجالس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا؟ طب أين لبنان من كل هذا؟ هل نحن محميين بالعالم الرقمي كمواطنين لبنانيين؟ هل حقوقنا محمية؟ هلا بطبيعة الحال إلى حد ما محمية، خليني ما بدي أجزم 100%. هل القانون اللبناني يلحظ الحقوق الرقمية؟ أول شيء وقت بدك تتكلمي قانون لبناني، نتحدث عن القانون اللبناني، بدنا نحكي أول شيء عن الدستور اللي هو بشكل المعماد الأساسي والضمان الأساسي للحقوق كحقوق إنسان. وأكيد القوانين ما بيكون في عدم دستورية بالقوانين، ما بدها تخالف النصوص الدستورية الأساسية. نحن هون بالدستور اللبناني كفل الحقوق والحريات، ومثل ما ذكرت أول الحلقة تكلمت عن حرية الرأي والتعبير. كمان في نحن مثلا هلا بدنا نتحدث بعد شوي عن الحق في الخصوصية، طب هلا كيف بدنا ندخل هذا الحق في الخصوصية؟ هلا بنتحدث عن القوانين، وفي عنا نحن مثلا حرمة المنزل. هلا هون بترجع لاجتهاد المحاكم. كمان في عنا نحن مشكلة انه لو في مجلس يعني بيقولبوها بشكل تناسب مع العالم الرقمي. لا هي الاجتهادات، مثلا بعطيكي فكرة، انا في صديقة لي عندها كتاب هي دكتور عطاف قمر الدين، بذكرها بالخير، انه عندها كتاب جرائم الانترنت ووسائل التواصل بهذا المجال، بحسب بهذا الموضوع وذاكرة شيء مثلا عن المحاكم، في اجتهادات متضاربة بالنسبة مثلا للمؤلف المطبوعات إذا قدامج القضاء الجزائي ولا قدام محكمة المطبوعات، كان في اجتهادين متضاربين بهذا الموضوع. طب من يبت بهذه الإشكاليات؟ أنا الإشكاليات وضعوا قانون 81-2018. هذا القانون نظم أنه جرائم المعلوماتية وهيك شيء، يعني أول شيء تحدثوا فيه عن الحقوق التجارة اللي هي أونلاين، التجارة الإلكترونية أكيد، مثلا حرية التجارة. على فكرة حرية التجارة هي من الحقوق الاقتصادية واللي بتكفلها الدساتير والنصوص الدولية. طب نحن صرنا عم نحكي تجارة إلكترونية، أنه شوفي كيف صرنا نحن صرنا من أرض الواقع وصرنا على الفضاء الإلكتروني. يعني يعني كل الحقوق هي أنه هاي الدليل قديه بتترابط الحقوق من الشيء الواقعي للفضاء الافتراضي لنقول.
كله مترابط. يعني في قوانين أكيد هلأ الحماية اللي بدها تكون موجودة في أن إحنا أكيد بده يكون قانون بنظم هذا الشيء لحتى تقدر المحاكم تتحرك. مين له الصلاحية؟ مين اللي بيتابع هذا الموضوع؟ بالنهاية برجع بقول لك أنه نحن كحقوق رقمية حقوق واسعة جدا، حقوق خطيرة جدا اللي تمتع، أنه لو تمتع فيها المواطن بدك كمان تنظيم. أنه أوقات الأشخاص ما بينتبه أنه أنا مثلا المعلومات اللي عم ببعثها مثلا عم بكتبها. حتى أوقات أشخاص بيبعث لك يكون صديق ممكن يقدر يبعث لك عن طريق التليفون لينك عادي. إذا كان هاكر بيقدر يخد لك شو في معلومات بالتليفون، يعني شوفي لأي درجة، أو بيبعث لك لينك بده يشوف وينك. يعني شوفي قد ايه تطورت التطبيقات، بتكبسي بس مجرد كبستي على اللينك بفوت على تطبيق تاني بيحدد لك انت بأي موقع. يعني هاي التوعية اللي بترجع للأهل للشيء الأساسي. يعني نحن وقت الأهل بيربوا أولادهم بيقولوا له ممنوع تعمل هيك، ممنوع تسرق، ممنوع تحكي كلام بذيء لنقول هيك الشيء، كمان بده يوعوا أولادهم استعمال الهواتف الذكية والتطبيقات الاجتماعية. طيب هون منفوت على نقطة الخصوصية اللي هي يمكن الأبرز أو الأكثر تداولا فيما يتعلق بموضوع صحيح. الحقوق الرقمية. كل شخص فينا بيتمتع بشق خاص عنده خصوصية، ولكن نعم. هل اليوم الفضاء الرقمي يحترم هذه الخصوصية؟ ومنعرف قد عم بيصير في حالات انتهاك لهذه نعم. الخصوصية. كيف نحمي الخصوصية ومن يكفل هذا الحق؟ أول شيء بالنسبة للخصوصية، كلنا وقت نستعمل تطبيق فيسبوك أو إنستغرام أو تويتر أو غيره بنكتب دغري، بنكبس كلمة I agree أنه أنا موافق، بس ما بنقرأ البنود. هي وقت تعمل انت اي اجري انت اي شو مع ما شو هي المعلومات اللي كتبتيها، تكتب اسمك، عمرك، الايميل، التليفون، اوقات بحط الاشياء اللي بتحطيها هي، وحتى مكانك الجغرافي بتحدده. هي بيكون كاتب ضمن هيدي البنود اللي حطيت لها. انتبهي حتى البنود اذا ما انت ما وقفت مش فيك تستعمل التطبيق، ما بيخلوا لك تعملي حساب. هون انت بطبيعه الحال رح تستعملي هيدا التطبيق، رح تقولي انا موافقه. طيب هاي المعلومات مجرد كتبتيها، بس هو حتى لو ما اخترت اي اجري هن خلص يعني صاروا يعني موجودين. يعني كل شيء نحن ما منا نسمح انه يصير عام رح يصير عام بكل الاحوال، يعني حتى بعدم موافقتك. لا هي في طريقين هون، يعني في خطوة، في يعني اول شيء الشركات هي هالمعلومات بتخزنها عندها موجوده بتبيعها، وفي يعني قضايا عالمية كتير وجدت بهذا الموضوع. وحتى استعملت بالانتخابات بأمريكا صحيح. المعلومات البيانات تحديد موقع الجغرافية لحتى يعرفوا كيف يتوجهوا بالدعاية. حضرتك وقت بكون عم تستعمل التليفون بتطلع قدامك دعاية وبلبنان، هاي مش هيك بتجي من عبث، هاي انت اللي باعوا معلوماتك موجودة، انه هيدا النطاق الجغرافي موجودة فيه، بصيروا يبعثوا لك المعلومات، يعني الدعايات اللي بتطلع قدامك انت معلوماتك هون ما فيك خلص تتحكمي فيها. هلا الخصوصية هي كمان هو الشخص كمان بيقدر يتحكم على خصوصيته. هلا نحن القانون 81 على 2018 تكلم عن الخصوصية ونص انه، بس هون في مسؤولية على الفرد كمواطن، انا عم استعمل كمان مسؤولية بيتعلق بالحق في الخصوصية، الحق في النسيان. طب انت كشخص عم تستعملي هيدا التطبيق او شيء وعندك معلومات وضعتيها، طب انا هون، طب انا هاي المعلومات بدي ما بدي اتركها على طول. هون انت كمخزن المعلومات او شيء لك حق لازم ترجع تقولي انه انا بدي امحي هاي المعلومات، ما بدها تضل. عرفت وين الفكره؟ هو بس انا هون ما فيني امحيها. لا في هلا انا نحن هون ما في شيء منظم. هلا انت حضرتك ما في عدم خصوصيه بمطارح. هلا مثلا على تويتر بتفوتي اي شخص بفوت على حسابك بشوف لمين عامل لايك وكومنت، يعني بيشوف او صديق معك. كمان في نحن خصوصيه بتوقع على عاتق الافراد وين الاصدقاء. يعني انا مش كل شخص بيعمل لي اد بقبله. طب يمكن هيدا بيكون عم يراقبني، يمكن بفوت بصوره بنت، بيكون هو شاب او هاكر. وفي كتير قضايا وجدت، وحتى قوى الامن الداخلي عملت تعميم بهذا الموضوع، حسابات وهميه، حسابات وهميه وابتزاز بيصيروا بهذا الموضوع. يعني حتى الارشادات هي المسؤوليه اللي بالتوعي بتصير من قبل مكتب مكافحه جرائم المعلوماتيه وحمايه الملكيه الفكريه، بيصدروا بيانات انه لتوعيه المواطنين. هلا يا هل ترى قد ايه بهالمواطن واعي او مش واعي؟ هون بترجع لكل شخص ولكل فرد على مسؤوليته الشخصيه. كمان الانترنت هو ما حصرك بنطاق جغرافي معين،
يعني حضرتك أوقات بيجيك خبر أو بتعمل شيء بتبعتيه على البرازيل مثلا أو أي دولة إكس، ما بدنا نسمي دولة إنه إذا بدنا نحكي على شيء جزاء، بعت لك شيء من إكس يعني باسم مسمى دولة معينة بالعالم، طب أنت هون كيف بدك تلحقي هيدا الشخص؟ هلا واحد سرق عمل جريمة دولية تلحقيه عن طريق الانتربول، الهكر والهجومات السيبرانية أوقات ما بعرف من أي مكان بالعالم بتصير. وهي الفكرة إنه كيف بدك تلاحقي. وهيدي صادفت كتير دول يعني. نعم صحيح موجودة. اسمح لي نتوقف مع الاتصال الأول دكتور محمد من فلسطين المحتلة مع المتخصص بالإعلام المجتمعي الأستاذ سائد حسون. أهلا فيك أستاذ سائد. أهلا وسهلا بك وبزميلنا الضيف العزيز وبجميع السادة المستمعين والمشاهدين أيضا الكرام. أهلا وسهلا فيك. اليوم عم نحكي عن الحقوق الرقمية. منعرف نحن اليوم الفضاء الرقمي يعني دخل حياتنا اليومية وكل التفاصيل بطريقة كبيرة جدا. كيف اليوم بتقيم واقع الحقوق الرقمية العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص؟ يعني نبدأ من الفلسطيني كونه له خصوصية كقضية وما يتم استهدافه بشكل مباشر كما يتم استهدافه ميدانيا، يتم استهدافه بنفس الوتيرة أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. الدبابات الإسرائيلية والطائرات الإسرائيلية تكون في الأجواء، وأيضا ممارسات مواقع التواصل الاجتماعي تكون في الفضاء الرقمي، تحارب وتمنع الفلسطينيين من النشر والتغريد وتداول ما يتم نقله من الميدان إلى العالم الإلكتروني. فواقع الإعلام الرقمي الفلسطيني عامة ومنزوع الحقوق الرقمية بشكل يعني نستطيع أن نقول بشكل كلي، خصوصا أنه الأبجديات الأساسية والثوابت الأساسية التي يتم النشر عنها ويتداول عنها بشكل رئيسي هي مستهدفة، مثل القدس والأسرى وقضية الشهداء والضحايا، وحتى بتبريرات يعني واهية أنها صور تدعو إلى العنف أو إلى آخره حسب ادعاءات شركة فيسبوك خصوصا. الآن ليس جميع مواقع التواصل الاجتماعي على نفس الوتيرة في محاربة المحتوى الفلسطيني، يعني هناك في زيادة هنا في نقصة، لكن ما نلتفت له أنه رغم حملات المراهمة الكبيرة ورغم المراسلات ورغم أن تدخلت الدبلوماسية الفلسطينية بشكل رئيسي للحد وتوضيح ما الذي يجري في حق يعني الصفحات الفلسطينية والرواية الفلسطينية على مواقع التواصل، في المقابل أن ما ينشر من قبل المستوطنين المغتصبين للأرض والذين ينشرون يعني منشورات بديهيا أنها محظورة بديهيا، يعني بمعنى أنه ضمن معايير المجتمع شركة فيسبوك هي محظورة كونها تحرض على قتل الآخر ويعني تدعو إلى انتهاك حريته وحقوقه أيضا الاعتداء على حياته. فبالتالي نجد هنا فعلا هي ليست ازدواجية، يعني يمكن البعض يقول لها ازدواجية، لا يوجد أصلا يعني مقارنة ما بين يتم التعاون معه مع الاحتلال الإسرائيلي ومع الحقوق الرقمية الفلسطينية، هناك مفارقة واسعة. فيعني نستطيع أن نقول في موجز بسيط أنه من عام 2019 حتى هذا العام ونحن على مشارف نهاية العام الوتيرة لم تزيد، لكن طبيعة التعامل مع المحتوى الفلسطيني اختلفت، بمعنى أنه في البداية كان يتم التقييد والحذر والحذف الكلي. طيب. مثلا للحسابات. طيب أستاذ حاليا نعم تفضل. تفضل. حاليا اختلف الوضع. اختلف الوضع. اختلف الوضع في مسألة أنه معروف أنه المحتوى الذي ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يزيد الوصول والذي يعمل على يعني ارتفاع نسبة هذه الصفحة في المقترحات وفي اهتمامات الناس الآخرين، لكن عندما يتم اتخاذ قرار من قبل شركة فيسبوك بتقييد الوصول لصفحة يصل عددها إلى 7 مليون، 7 مليون لا يأتي على البث المباشر فقط إلا 1000 أو 2000، هذه المسألة ملفتة إلى الانتباه، معناها أن هناك أساليب جديدة من التقييد والحظر وحجب الرواية. طيب، ولكن بالمقابل أنتم ألا تستخدمون أساليب للتحايل ربما على هذا الحظر وهذه القيود؟ بكل تأكيد أنا أقول دائما أن الفلسطيني لا يعجز الوسيلة. الآن حاولنا كثيرا، مثلا هي مسألة إعادة تدوير المحتوى بما يناسب المنصة، بمعنى أنه هذا النص مرفوض بالنسبة للمنصة يتم تأويله إلى نص لغوي بطريقة أخرى، أو يتم تقطيع الكلمات بطريقة يمكن الخوارزمية أن لا تفهمها بشكل سريع أو يفوتها الأوان ف
يعني تنجو من الحظر أو التقييد. لكن بكل تأكيد أنه كلما تزيد طرق محاربة هذا هذه يعني السياسات الذكاء الاصطناعي التي هي مبنية عليه الخوارزميات، هي ليس فقط بتوجيه يعني بتوجيه أساسي، نحن نعتبر أن هناك طرفين في هذا الموضوع. طرف يعني يتعامل بشكل مانيوال يدوي، يوجه ويعمل إبلاغات على بعض المنشورات فتسقط هذه من الشبكة العنكبوتية، وأيضا خوارزمية يتم تغذيتها ببعض المفاهيم وبعض الإدراكات أنه إذا وجدت هذه الصورة وهذا النص يتم حظره بشكل تلقائي. لهذا السبب نجد سرعة التعامل مع هذه يعني التكرارات المترددة على بعض المنشورات التي تخص بالرواية الفلسفية. بالفعل احنا حاولنا كثيرا من حملات مناهضة لها وحملات قاسية، يعني طالت شركة فيسبوك ومنها حملة تقليل التقييم على تطبيقي أبل ستور وجوجل بلاي، ووصلت إلى مسألة صعبة مع الشركة. طبعا هذا لأن الأمر يهدد سياسة الإعلانات عندها، أنه التقييم يضر بالإعلانات التي هي تصنفهم دائما، نحن نقول أنها عندهم قائمتين، قائمة سوداء وقائمة بيضاء. القائمة البيضاء بالنسبة لها هي قائد القائمة التي تنتفع منهم في مجال الإعلانات وتطوير مسألة الاستثمارات المالية. طيب أستاذ سائد، أقمتم أو خلال ورشة عمل عقدت من فترة حول تعزيز الرواية الفلسطينية وتجنب ملاحقة المحتوى الفلسطيني عبر الفضاء المجازي، أشرتم إلى ضرورة توحيد الجهد الإعلامي الفلسطيني بتعزيز الرواية الفلسطينية مع تشكيل جهة رسمية فلسطينية لها طابع حقوقي لحماية الحقوق الرقمية. نعم صحيح. ماذا بوسع هذه الجهات أن تفعل؟ يعني الجهات هذه أولا لديها عدة أدوات. الأداة الرئيسية هي وحدة الحال، بمعنى أن هناك جهاز إعلام رقمي يدرس الحالة ككل. نحن نعلم أنه في فلسطين يوجد أكثر من مركز دراسات يتخصص بالسوشيال ميديا، وكل مركز له اختصاص واهتمام وطريقة جمع مبيانات وطريقة جمع معلومات تخص واقع الحقوق الرقمية. الآن عندما يكون هناك وحدة حال ويخرج يعني تخرج مذكرات إلى شركات فيسبوك أو عبر ممثلين كفلسطينيين في الدول الأخرى، وهناك سفارات منتشرة على مستوى العالم، يتم تسليم هذه المذكرات من خلال جهة رسمية ممكن أن تتبناها الدبلوماسية الفلسطينية أو السياسة، وممكن أن تتبناها هيئة مستقلة تعنى بحقوق الحقوق الرقمية، كما أنه يوجد عندنا هيئة مستقلة لحقوق الإنسان يمكن أن يكون هيئة مستقلة ترعى هذه الحقوق. فرقم واحد، يتم رفع مذكرات بشكل واضح للتفاهم مع شركة فيسبوك ما الذي يجري. نحن بالمحصلة الأمر نريد أن يتم التعامل معنا كفلسطينيين كأي رواية في هذا العالم، ووجدنا كيف يتم التعامل مع الرواية الروسية الأوكرانية في حربها، فنحن نريد أن يتم التعامل معنا في المحتوى الفلسطيني كأي رواية، يعني يترك لنا المجال للنشر والتغريد فقط. يعني حتى بالحرب الدائرة الروسية الأوكرانية أيضا، يعني يتم العمل أو التعامل مع الرواية الروسية ومن يتبنى هذه الرواية بشكل مختلف تماما عن الأخرى. بالضبط، هذا كونه هو من بدأ الحرب. لكن نقول أنه كيف يتعامل مع الرواية الأوكرانية، كيف يتم نقل صور الضحايا، كيف كذا، كله مسموح به طبعا ضد، ونفهم أنه هذا يأتي في إطار الإمبريالية الأمريكية اللي هي سياستها ضد روسيا. فبالتالي احنا نفهم أنه لماذا يتم التعامل في المحتوى الأوكراني بشكل مفتوح، لا يتم تقييده ولا يتم مثلا وضعه في خانة على حساب المحتوى الفلسطيني، انه هو محتل منذ اكثر من 73 عام. الان انت تعتبر روايته وكانها لا شيء، تحذف يعني بضغط الزر. يعني هذا هو حتى هو يعني حتى موضوع اللاجئين الاوكرانيين ببدايه الازمه، يعني لا ننسى طريقه التعامل مع على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. ومنصات الفضاء الرقمي. اسلوب الهاشتاج أستاذ سائد، لأي مدى يعزز القضية ويعزز الحق بالوصول إلى أي محتوى أو منشور؟ كونه أن الوسم أو الهاشتاج بالإنجليزية هو أداة أرشفة وأداة زيادة وصول على منصة تويتر، وتعمل على توحيد المحتوى ضمن قالب موحد، استثماره جيدا، بمعنى أنه يتم
ترويج الوسم المختصر الواضح المفهوم حول حملة إعلامية مركزة يتم تغريد عليها من أكثر مكان في العالم يلفت انتباه منصات تويتر، لأن هنا قضية مهمة وظاهرة مهمة يجب أن يتم ترويجها، تظهر في الصفحات الأولى. فاستثمارنا نحن كفلسطينيين عمليا في الفترة الأخيرة ضمن الحملات الرقمية هو كان ناجح، وصل عدد كبير منها خصوصا حي الشيخ جراح ومعركة سيف القدس وهذه المعارك التي خاضها الفلسطينيين. أيضا كان هناك معارك على السوشيال ميديا كما تفضلت كما تكلمت في البداية، أنه الوسم استثماره يسعى إلى زيادة الوصول وأرشفة المحتوى الفلسطيني بشكل جيد، وبالتالي يسهل على من يريد التضامن مع من خارج فلسطين مع فلسطين أن يجد هذا الوسم موجود ويتم التضامن معه وكان بأي لغة من لغات العالم. طيب سؤال أخير قبل الختام معك أستاذ سائد، نتحدث عن حقوق رقمية، هل هناك بالمقابل واجبات رقمية؟ قلت أكيد كل تأكيد، يعني كما للناشط على مواقع التواصل الاجتماعي حقوق له واجبات. الواجب الأول هو إيجاد إتقان المحتوى، أن ينشر محتوى جيد مضبوط يتوافق مع سياسات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا نعرف أنها حقوق ملكية. يعني ممكن أنا أقول وبشكل واضح أن ممكن يتم الحظر بناء على مبرر حقوق الملكية، في بعض الأحيان يتم الحظر بناء على مبرر حقوق الملكية، يعني هذا الصوت مملوك إلى جهة معينة أو هذا الفيديو مملوك إلى جهة معينة. فبالتالي من واجباتنا نحن أن ننشر محتوى جيد، محتوى محبوك جيدا وفق سياسات مواقع التواصل الاجتماعي. الواجب الآخر هو احترام أيضا، يعني بشكل عام هو احترام الرأي الآخر، كما ندعو الاحترام رأي نحن أيضا ندعو الاحترام الرأي الآخر، وأن يكون أن تكون منصات التواصل الاجتماعي كما وجدت هي ساحة للجميع وهي قربت كل العالم. الآن نحن نتكلم من فلسطين مع لبنان وهكذا عبر موقع موضوع يتعلق بالسوشيال ميديا. فبالتالي من ضمن أيضا واجباتنا نحن كفلسطينيين وكعرب، كما تكلمت عن وحدة الحال الفلسطيني، يجب أن يكون هناك وحدة حال عربية من خلال التضامن مع القضايا الفلسطينية. رغم موجات التطبيع الكبيرة إلا وجدنا هناك متضامنين حقيقيين مع القضية الفلسطينية ضمن الحملات التغريد والمناصرة. كل الشكر. التكثيف لهذه الحملات. كل الشكر لك الأستاذ سائد حسونة، المتخصص في الإعلام المجتمعي من فلسطين المحتلة. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. وأعود إليك دكتور محمد، هل من تعقيب على اللي تفضل فيه؟ ومنعرف يعني اليوم الموضوع القمع الممارس على كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية انطلاقا من هذا الفضاء الرقمي، كيف يمكن استغلاله لمناصرة هذه القضايا؟ لا، أول شيء بدنا نشوف نحن مين نخترع شبكة الانترنت ومين قائم عليها عالميا، بالتالي نوصل للولايات المتحدة الأمريكية. بطبيعة الحال نحن وقت بلبنان حتى لو نستعمل أوسمة معينة كلمات حتى ما فينا نستعملها مقاومة أو غير شيء، من حاجة أوقات نلعب بالكلمات لحتى نقدر نحط أنه هون ببطلوا يخلونا يعني هذا الفضاء أو المساحة من الرأي اللي نقدر نوصله مقيد وفقا لرؤيتهم هم. وفي عندي مثل هلأ بعطيه، بس كمان مثل اللي صار بأوكرانيا، مثلا شركة إيلون ماسك وقت بعتت الأقمار الاصطناعية ستارلينك ليعطوا الانترنت للمواطنين وللدولة، دي الدعاية المعلومات. مثلا يمكن انت تكتب شيء مثل ما تفضل الاستاذ من شوي بالنطاق اللي ممكن يوصلوا للمستخدمين لوسائل التواصل بيكون ضيق جدا، يعني محدود، ما بيخلوك جغرافيا تتوسعي اكثر، انه بيعرفوا هذا المضمون مش لازم يوصل لاكثر عدد من الاشخاص، وبالتالي هذا مقيد. ليش؟ لانه هن برؤيتهم يعني بالنسبه لل نظرة ديمقراطية أو شو هن اللي بيعتبروها بالنسبة لإلهم، يعني من رؤيتهم، يعني الرؤية اللي لإلهم مش رؤيتنا نحن. كل شيء خارج تصوراتهم وتوجهاتهم يعتبر غير ديمقراطي وبالتالي يجب أن يقيد وغير ديمقراطي، وبالتالي هاي الغير الديمقراطية عم يطبقوها هيدا على هيدا الشيء، ونحن فينا نقول هاي استبدادية، انه موجب هني عندهم صلاحيات انه هني هالشبكه هني دايرينها. هيدي الازدواجيه اللي حكينا، الازدواجيه في التعامل، الازدواجيه بالتعامل بين مواطني دول ومواطنين اخرين. لهيك بتلاقي انت حد الحريه وقيود على المواطنين في استعمال هيدي الشبكه. طب اليوم سالت الاستاذ سائد عن موضوع الواجبات الرقميه، يعني دائما بنتحدث عن حقوق رقميه، هل هناك واجبات وهل نعي واجباتنا على او بالفضاء الرقمي؟
أكيد في واجبات. أول شيء، أول واجب اللي بيكون علينا هو نستعمل وقت نتمتع بحقوقنا الرقمية، هي يكون في مسؤولية تقع على ذاتي. ومن ضمن هيدي الواجبات أنا مثلا بقى في حرية رأي وتعبير. لا ليميت دو ما ليبرتي سي لي كومونسي مود لي بيرتي دو لوتر. يعني انا وقت بقول حريتي بتنتهي عند ابتداء حرية الاخرين. يعني لا في سب، لا في زم، لا في ازدري الاشخاص الاخرين عبر وسائل التواصل شو ما كان الاشخاص. بعبر عن حريتي ضمن ما بتنص عليه القوانين. الاتفاقيات الدوليه نصت على هذا الشيء، والدساتير والقوانين نظمت كل واحد عنده حرية إبداء رأيه بالتعبير ضمن ما بتنص عليه الأنظمة لحتى ما تعدى أنا على حريتك. يعني هون في عنا مشكلة كتير كبيرة أكيد في عنا. نحن هون الواجبات تقع على عاتق كل مواطن. كمان حماية الملكية الفكرية اللي هلأ هي المنتهكة بشكل كبير على شبكة الانترنت أو التطبيقات. أنا كشخص شو ما كان الملف اللي استعملته أو شو ما كانت المعلومة اللي استعملتها، هي إلا شخص هو عملها، يا هو بيكون حطتها بمشاعر الجمهور. يعني أي شخص فيه يوصل لها ويخدها. أنا من الشروط أنه لازم شير أنه هذا الشخص هو صاحب هيدا الشيء، كاتبه أو عامله شو ما كان، فيديو، صورة، بوست معين، كتاب، شو ما كان هيدا العنوان الملكية الفكرية. واجبي أنا دل أنه على أنه مين عامله، مثل ما نحن بنعلم بالمنهجية القانونية بالجامعات أو أي شخص وقت اللي بيعمل بحث بالهامش تحت بقول أو بالتوثيق، يعني بقول أنه هيدا المصدر مرجع فلان الفلاني لحتى بالأمانة العلمية، حتى لو كان توثيق غير حرفي بقول أنه المرجع فلان الفلاني يراجع. ليش؟ للأمانة العلمية، أنه هيدا شيء أنا ما عامله. شو اللي بيصعب هيدا الشيء رقمياً؟ رقمياً اللي بيصعب هيدا الشيء الرقابة. يعني نحن شو بعرفك أنت أصدرت كتاب مثلاً بلبنان، يمكن بأي بلد تاني بالعالم ما بعرف وين، أخده حط اسمه عليه وقال هيدا لإلي، ما بينزله تبر إلكترونيا، غير التيتر وبعض كم شغلة وقال هيدا لإلي. هون في صعوبة جدا. هلأ وقت الشيء بيكون موجود إلكتروني مثلا، هلأ أوقات وقت تاني سكرين شوت لأشياء، أوقات بهو التطبيقات بيقولوا لك هيدا مأخوذ عن الواتساب أو عن الفيسبوك أو هو لحاله بيبعت لك، بس هي مش هالرقابة الصارمة. يعني في بعدك تفضلت قلت كيف في كنت تتحيل، وفي الطرق الاحتيال الكبيره. يعني حتى هلا واحد بيقول لك انه مثلا بكره الواتساب بطل فيك تعمل سكرين شوت للمحادثات. طب انا في اجيب تليفون تاني او كاميرا تاني وبصورها وانتهيت. يعني في طرق التحايل كبيره. هلا هون تقع المسؤوليه على الشخص، هو الشخص المستخدم. بس هون بيكونوا عم بيصعبوا هيدا الشيء اكيد. هلا نحن انه وقت انت هون عم تحكي خصوصيه، حرية رأي وملكية فكرية، الحقوق الرقمية تحت تتر الحقوق الرقمية اللي عملنا. نحن بمجال حقوق هلا أول شيء بعدها عم تتبلور، بمعنى أنه كيفية أول شيء ضمانة أنه تكفل الدولة والدساتير لحتى تكون بأعمالها. يعني أنت حضرتك وقت بتقول أنا عندي حق برؤية الرأي، رؤية الرأي والتعبير على وسائل التواصل، أوكي صار في عنا أنه نحن بننظم هيدا الشيء وبتروحي على القضاء مثلا. وبالمقابل في كتير شكاوى كمان، هل هذه الشكاوى تتابع؟ هلا جرائم الانترنت في نحن بدنا نفصل بين نوعين، أو في شيء نحن جرائم تقليدية وجرائم معلوماتية واقعية. جرائم التقليدية مثل ازدراء وابتزاز وغيره، هي بتروح على القضاء الجزائي العام حتى لو صارت رقميا. لا، جعلنا نحن جريمة رقمية يعني سلامات البيانات الشخصية اللي لها علاقة بسلامة البيانات الشخصية اللي موجودة انه عدل وسائل التواصل. صار في عنا نحن هون جريمتين، جريمة تقليدية وجريمة عادية. اول شيء نحن بتعرف انت بحضرتك بالقانون، يعني الشيء الجزائي اللي بدنا فعلا اصول المحاكمة الجزائية، قانون العقوبات، بقانون اصول المحاكمات الجزائية عطى مكافحة جرائم المعلوماتية. هون بدي ألفت لشغلة انه هيدا المكتب اللي تابع هو لقوى الامن الداخلي، هيدا هو وجد بطريقة غير شرعية يعني بال 2006. كيف يعني؟ هو لازم يكون مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، صدر بقرار عادي، يعني لازم هو يكون صادر بمرسوم ليكون له، يعني هيك بيفرض القانون. صدر هلا بعده عم بيمارس صلاحيته. يعني هلا نيه لحدرجة انه النيابات العامة اي جريمة دغري عم بيحلوها له كضابطة عدلية، يعني بيحققوا فيها بالنهاية كمحكمة او كقاضي. كيف بعد القاضي بيستعين بخبير سير او بمهندس كخبير بناء او انه
أو بيعطي للضابط العدلية تستقصي هاي المعلومات، كمان في صار في عنا هيدا المكتب هو بيستقصي بهيدا الشيء، أكيد الضباط أو الأشخاص الموجودين فيه إنه خبراء بهيدا المجال، مش إنه شخص عادي، وبيرفع هو الأمر للقاضي، القاضي ساعتها بيحكم بهيدا الموضوع. طيب قبل ما نحكي عن موضوع كمان المواطنة، خلينا نروح على بطاقة منصة. ببطاقة منصة لهذا الأسبوع بنتعرف على منصة تاجد بتقرير بصوت هادي مكنا. تاجد من أشهر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 2004 على يد رواد أعمال طلاب في كاليفورنيا. يعتبر موقع استكشاف اجتماعي ويسمح للأعضاء بتصفح ملفات التعريف لأي من الأعضاء الآخرين ومشاركة العلامات والهدايا الافتراضية، ولفترة زمنية كان يصنف الأكثر شهرة بالنسبة للقدرة على النمو بشكل مربح خلال عصر فيسبوك. من بين مزاياه توفير البحوث الموسعة باستخدام معايير مخصصة وإتاحة الدردشة المباشرة وإمكانية الإبلاغ عن ملفات تعريف البريد العشوائي وتوفير خصوصية الملفات الشخصية. أما من بين عيوبه عدم وجود إثبات هوية ولا توجد طرق دفع مجهولة. كما لاقى موقع تاجد انتقادات واسعة لإرساله رسالة بريد إلكتروني مضللة عشوائية، ودفعت عام 2009 $1.4 مليون في التسويات القانونية المتعلقة بتلك الممارسات، حيث صنفت الحادثة على أنها عملية احتيال. ومذ ذاك الحين تبنت الشركة سياسات إصلاحات الخصوصية وغيرت عمليات دعوتها. إذن استمعنا لبطاقة منصة بصوت هادي مكنا عن منصة تاجد. إذا هيك بشكل عام اليوم المنصات والفيديوهات الاتصال جاهز، نرجع منعلق من بعد الاتصال. إذن مباشرة معنا الأستاذة المحامية خديجة عبد الكريم الأصمعي لنتعرف أكثر على منصة ومضات قانونية. أهلا وسهلا فيك أستاذة خديجة. أهلا وسهلا فيكم إذاعة قناة الإيمان الفضائية. يا أهلا فيك إذاعة البشائر، شرفنا فيكم معكم. أهلا وسهلا فيك، الشرف لنا. اليوم عم نحكي عن الحقوق الرقمية، خبرينا شوي عن ومضات قانونية، اسم منصتكم على فيسبوك، عارفين عليها أكثر وشو الهدف منها؟ منصة ومضات قانونية هي محاولة فينا نقول إنه ناشئة لإنشاء مدونة قانونية تعنى بالشأن القانوني ونشر الثقافة والوعي بين الغير مختصين القانونيين. طيب شو طبيعة المنشورات اللي بتنشروها أستاذة خديجة؟ هل هي محددة بإطار معين؟ هلا نحن الأسلوب النشر عنا بمنصة ومضات بيعتمد دائما على التطرق لأمور قانونية ممكن تصادق أي شخص فينا كمواطن عادي ضمن حياته اليومية، ببيع بشراء بأمور جزائية، وكل فترة نتطرق لنعمل سلسلة بتكون متعلقة بنفس الموضوع، مثلا تنظيم عقد بيع كمعرفة قانونية بسيطة للمواطن العادي لحتى يقدر يعرف أنا حقوق كذا وواجباتي كذا. يعني هي مثل ما قلت لك نشر، يعني نحن عندنا بمنطقة الشرق الأوسط لسه الوعي القانوني ما وصل لمرحلة النضج. مدونة ومضات عم نحاول إن نحن نساهم بنشر هذا الوعي، يعني هي توعوية أكثر. تماما. طيب ولكن مداري من قبل مختصين. اليوم عم نحكي عن الحقوق الرقمية كما ذكرت، هل بتشوف أنه فعلا نحن نتمتع بعالمنا العربي بحقوقنا الرقمية؟ لساته الموضوع كمان ناشئ جدا 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 وخجول بصراحة، يعني لسه عنا الحقوق أو معرفتنا بمدى حقوقنا أو واجباتنا أو الأمور اللي ممكن تحصل معنا وكيفية معالجة لساته موضوع خجول جدا. يعني اليوم بتلاقي حدا بيتعرض لأي مشكلة مثلا عن طريق الانترنت أو أي ابتزاز أو كذا، بيكون ما نعرفان شو خطوات أو كيف لازم يعالج هذا الموضوع. شو السبب برأيك؟ قلة الوعي القانوني، نرجع لنقطة النقطة. طيب
اليوم إذا ما أحكي شوي عن الانتهاكات اللي عم بتصير وبيتعرض لها مواطنون، ربما شو أبرز هذه الأشكال الانتهاكات على الرقمي، يعني بالفضاء الرقمي؟ بالفضاء الرقمي أبرز شيء عم بيصير عنا الموضوع الابتزاز. نعم. وبيكون يعني لربما بيكون إنه هو الموضوع لا يشكل لا جرم ولا أي مثلاً ولا أي شيء، ولكن بيكون الشخص يعني اللي عم يتعرض للابتزاز هو شخص وعيه القانوني ضعيف، ما بيعرف حقوقه، ما بيعرف إذا هذا فعلاً بيشكل جرم أو ما بيشكل، فبيتعرض من قبل البعض طبعاً يعني، بس هو يعني أصبح دارج هلا هذا الموضوع جدا، ولكن لسه ما عم نتعلم نحن كيف انه ندير هاي الامور وكيف ندافع عن انفسنا. نعم. قانونيا طبعا عم نحكي. شكرا جزيلا لك المحامية خديجة عبد الكريم الأصمعي، تعرفنا طبعا معك على ومضات قانونية، هذه المنصة التوعوية. شكرا جزيلا. شكرا كثير لكم. اهلا فيك. برجع لعندك دكتور محمد، كنا عم نحكي عن نقطة اليوم لما نحكي عن حقوق وواجبات رقمية، في عنا مفهوم المواطنة الرقمية أيضا يلي طرح، شو الهدف من أنه أنا أكون مواطنة بهذا الفضاء الرقمي؟ شو رح يقدم لي وقديش هو برأيك مهم لك الفرد؟ هلأ بلبنان إذا بدنا نحكي عن المواطنة، خلينا نبلش من دولة المواطنة، اللي نحكي الحقوق العادية بموجب أن الحقوق الرقمية بتنطلق من هيدي تلحقها بعدها، أنه بتجي نابعة من هيدي الحقوق مثل حرية الرأي والتعبير مثل ما ذكرنا، والحق في الخصوصية وغيره. نحن هون كلبنان بندعي انه للحق في المواطنة. الحق في المواطنة شو بيعني؟ كشخص انا مواطن بحمل جنسية هاي الدولة بهالاقليم الجغرافية، موجب اني حملت هاي الشخص جنسية، انا الي حقوق وفي واجبات. الحقوق انه الدولة تأمن لي الحقوق. هلا نحن موجب انه نحن بدل الطائفة في حقوق بنتمتع فيها، مثلا الطائفية اللي موجودة، وظائف معينة ممنوع تتوليها، او على جميع الأصعدة، حتى نحن أنه كشيء أشياء اقتصادية أو تكتلات اقتصادية، احتكارات أو غيره، امتيازات لجهات أكثر من جهات، هيدا موجود. ننطلق هون نحن مفوت على الحقوق الرقمية كمواطن. أنا كشخص مواطن بدولة، أنه الدولة واجب تأمن لي حقوقي كاملة بدون بالمساواة بيني وبين الآخرين، بالمساواة بيني وبين الآخرين بالعدل. يعني أنه مش أنا أنه مثلا حسب الوضعية القانونية اللي أنا فيها أو وضعيتي، مش أنه أنا بيجي بقدم على وظيفة ما عندي مؤهلات، بس أنه موجب أنه أنا لازم يكون أنا مواطن بهذه الدولة، لازم الدولة تأمن لي إياها. لا، في قوانين بتنظم، أنا بدي يكون عندي كفاءة وشخص الآخر نفس المرتبة. يعني أنا بدي أشتغل على حالي كفرد لحتى أكون جزء من هيدا المنظومة. لا، هي بشكل عام هي الدولة لازم تأمن هاي الحقوق للمواطنين. بس أنا بالفكرة هي أنه بكلمة مساواة، مبدأ المساواة بالحقوق، هي الدولة أنه بتقدمها ضمن العدالة، كعدالة بإطار العدالة للجميع دون تمييز. أنه التمييز هيدا بيحتمل عدة تفسيرات كتير، سواء بين الرجل والمرأة أو بالنسبة للطوائف أو حتى من المناطق. يعني حتى يعني بنتكلم عن مواطنة تمييز جندري مناطقي مذهبي. صحيح صحيح. حتى نحن بنحكي مناطقية حتى نفوت بالتنمية. هون أنا كمواطن بهذه الدولة، ابن منطقة معينة، لازم الدولة تقدم لي خدمات، هي حقوق لإلي، مش بتقدمها لمنطقة دون منطقة أخرى. هون بالنسبة للحقوق الرقمية كمواطنة رقمية، مواطن يعني مواطنة رقمية، وأنا أنا الدولة هي واجب تسهل لي أول شيء الولوج للإنترنت، استعمال هيدا الموضوع، بتنظم لي هيدا الشيء. هلأ أنا بلشوا بلبنان ينظموا هيدا الشيء، ومن 2018 في محاولات يعني لحتى ينظموا، في محاولات على الورق يعني عمليا يعني بعد ربما بعد. هلأ فينا نقول هلأ المواطنة، هلأ برأيي أنا شخصي، هي أسهل تحقق المواطنة الرقمية، تحقق المساواة اللبنانيين أكثر من المواطنة بالنسبة للحقوق الأخرى. أنه هديك عليها خلاف سياسي وطائفي وجدال بيزنطي، يعني نقول جدال عقيم، ويمكن نوصل فيه لمطرح أنه نقطة التقاء، أنه موجب فيه أراء وأراء مختلفة. وفي حقوق مكتسبة وحقوق غير مكتسبة، أنه هيدا الرأي الموجود. بس بالنسبة للحقوق الرقمية، وما في يجي يقول لي أنا أنه بتابع لمنطقة فلانية، أنا تابع لطائفة فلانية، بقول أنا إلي حق
حرية رأي وتعبير أنت ما إلك حق. هون بنت منتساوى الكل. هلأ الفرق أكيد أنا بقول لك هيدا المواطنة بتروح إذا في حال مثلا الدولة قوت الانترنت بمنطقة أكتر من منطقة هون لا حق الدولة تأمن لي. هلأ هي مواطنة فينا نقول مش كاملة نسبية أو عم تكتمل إنه أول شيء عم أوجدت الدولة قوانين أنظمة مثل ما حكينا انه مكتب مكافحه الجرائم المعلوماتيه ومحميه الملكيه الفكريه قانون 1/8/2018 تحرش الجنسي بالاطفال 205/2020 الاشياء اللي بلشت تدخل فيه انا كمواطن يعني صار فيه حق الولوج للمعلومات حمايه الملكيه الفكريه على وسائل التواصل يعني هون انا كمواطن هيدي بدي اتمتع فيها وكمان اضافه كمواطن انا وقت الدوله بتنظم لي هول الامور انا كمان لازم تحميني أنا كهي عاطق يقع على عاتق الدولة تحميني كيف بالأمن هيدي من صلاحيات المرفق الأمني يعني جيش أو قوى من داخلي كمان هون بالنسبة لوسائل التواصل يعني الفضاء الفضاء الإلكتروني الفضاء الإلكتروني كيف تحميني لندخل إنه نحن في شركات خاصة بلبنان غير منظمة غير شرعية عم توزع إنترنت تبع هالشركات أول شيء نحن وقت الدولة بتنظم هيدا الأمور نحن بنصير ناخد الانترنت من الدولة وزارة الاتصال دغري أجاره أنه ناخد دغري منها الانترنت منظم أنا بعرف أنه الدولة يعني ما بتترك مجال في هيدا الشخص موجود احتكار. نعم غير الاحتكار كمان أنه الشخص هي في معلومات عم تروح لعنده يعني إذا كنت هون يعني أمن الشخص الخصوصية والخصوصية الخصوصية نحن بس كرمال الوقت ما نفوت على الفقرة الأخيرة بخبر أبديت عطل يطال شبكة إنستغرام. أبلغ موقع إنستغرام عن صعوبات واجهها مستخدموه الذين أشار بعضهم إلى أن حساباتهم علقت أو أصبحت غير متوفرة. وكتب عدد من مستخدمي المنصة على تويتر مطالبة إنستغرام منهم البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للوصول إلى الحسابات المعلقة. ولفت موقع داون ديتكتر متخصص إلى أن العطل طال عدة آلاف من الحسابات فيما سجل رقم قياسي للحسابات المتوقفة. هذا وتراجع سهم ميتا بنحو 5% وسط عملية بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم. ويأتي انقطاع خدمة الإنستا بعد أقل من أسبوع على عطل طال تطبيق واتساب التابع لشركة ميتا أيضا وتأثر به مليارات من المستخدمين حول العالم. كيف بتعلق على هذا الخبر وقديش بمس الحقوق الفردية لكل شخص متواجد على هذه المنصات؟ لا كل شخص متواجد على هاي المنصات أول شيء هي الفكرة الأساسية اللي بتأثر علينا بشكل مباشر إنه هاي شركات استثمارية ابتغاء الربح مفروض نحن نكون واعيين يعني 100% أنا هون وقت اللي بقول توعية الحقيقة. ومسؤولية على الوقت حضرتك قلتي لي إنه الحقوق والواجبات في واجبات علينا كمواطنين إنه أنا أعي مسؤولية الشيء العمل اللي عم أعمله يعني أنا عن حسن نية عن يعني الواحد عم بعمل شيء أنا يعني يكون حذر متيقظ يعني خاصة نحن عم نستعمل مثلا يعني في فكرة معينة هي وقت نحن بنستعمل تطبيق معين فيسبوك أو غيره في بعض التطبيقات نحن بنحط عليها بيانات خاصة فينا طب فينا نعتبر تعرض هذا التطبيق لخارق فيروسي أو هاكر أو شو ما كان معلوماتنا راحت كلها طب أنا منين برجع بجيب معلوماتي لذلك أنا بنصح على طول وقت بكون قاعد أنا وأصدقائي دكاترة هيك إنه بنحكي عن معلومات كنا بنحمل على الإيميل الملفات أو PDF أو شيء يكون في نسخة أنا بقول له لا الإيميل اللي بعطيه أنا مثلا للجمهور أو للطلاب غير الإيميل أنا اللي ببعت عليه المعلومات الخاصة فيه هاي ما بعطيه لحدا علاقتي فيه أنا ببعت شو بدي ببعته وقت اللي بدي أبعت على شركات جامعات شو ما كان أو لأشخاص ميل في ميل بده يروح ينهكر أو شو بده يصير فيه أنا هون ما ب يعني شو ما عندي بعرف معلوماتي وكمان إضافة إنه الواحد كمان معلوماته يخزنها بإكسترنال هارد ديسك يعني خارج اللابتوب إنه خاصة اللابتوب هو موصول بشبكة الإنترنت وهذا معرض بأي دقيقة لهذا الشيء وبالتالي حضرتك ذكرت إنستغرام إنه هاشتاج وغيره نحن الوسائل التواصل الاجتماعي شكلت جزء كبير من حياتنا يعني إذا بدنا نيجي نعمل إذا بيعملوا إحصاء الأدال شخص وخاصة الجيل الصاعد بيستعمل الانترنت بيطلع بياخد وقته كله أكيد هي بتأثر بشكل سلبي على حياتنا وخاصة إذا في نحن عنا شركات أو مؤسسات بتستعمل هيدي التطبيقات لتجارتها وقت أي عطل
بيصير عليها أنا بطبيعة الحال هتتعرض لخسائر معينة. صحيح. وبتبطل توصل لجمهور. وهذا الهدف الأساسي هو الموضوع المادي التجاري أيضا. أكيد. أنا بدي أشكرك دكتور محمد مشيك الكاتب والباحث الحقوقي، شكرا جزيلا على مشاركتنا هذه الحلقة، شكرا على المعلومات اللي قدمتها فيما يتعلق بالحقوق الرقمية، الشكر أيضا للزميل علي هزيمي بالإخراج الإذاعي، لزينب برجوي في الأعداد، وتحية مريم الضاحي. إلى اللقاء.